بالنسبه للحمله ديال التلقيح اللي غادي تكون والاستراتيجيه اللي غادي تكون ضد التلقيح ضد الكوفيد، فهذا تلقينا هذا الخبر صار بعد ما جاء الخبر إتر الاستقبال ديال صاحب الجلالة نصره الله للوزراء والمسؤولين. فأولا وقبل كل شيء حنا تنشكروا صاحب الجلالة على هذا الالتفاتة، وأنه بفضل التدخل ديال صاحب الجلالة اللي كان تكلم مع الرئيس الصيني، فالمغرب غادي يكون من أول الدول اللي غادي يتلقاو هذا اللقاح. والحمد لله أنه كان شاركنا باش يمكن يكون عندنا أننا نتلقاو يوصلنا هذا اللقاح، شاركنا في التجارب مع عدة دول اللي هما الإمارات، الأرجنتين، سبعة ديال الدول الأخرين. فالحمد لله أولا هاد التجارب دازت، ومع الاحترام ديال جميع المعايير الدولية ديال التجارب، أنه كان الكوميتي ديتي، كان سي ان دي بي، كان كوميتي سيونتيفيك اللي تترأسه البروفيسور مولاي الطاهر العلوي، وكذلك الكوميتي اللي مكلف بالمراقبة ديال هاد التجارب اللي تترأسه البروفيسور أبو قال، وكانوا ثلاثة ديال لي سيت اللي داروا فيهم تجارب، هما المستشفى الجامعي بن سينا، المستشفى العسكري ديال الرباط، والمستشفى الجامعي ديال الدار البيضاء. وهاد التجارب شملوا 600 شخص فولونتير، عندهم متطوعين، عندهم اكثر من 18 سنة. هاد المتطوعين دارت لهم تشخيص انهم ما عندهمش حتى شي مرض، انه ما مصابينش بالكوفيد. 300 منهم غادي ياخذوا البلاسيبو، 300 غادي ياخذوا الفاكسان. حنا ما عرفناش، حتى واحد ما تيعرفش شكون غادي ياخذ البلاسيبو، شكون غادي ياخذ الفاكسان. من بعد عاد يتحيد الانونيما فاش يسالي كل شيء، اذا تتكون الجرعه الاولى. من بعد المقابله كاينة كل نهار ما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية اللي تدار 21 يوم وراء الجرعة الأولى. الحمد لله لا بالنسبة للجرعة الأولى ولا بالنسبة للجرعة الثانية ما كاينش مضاعفات اللي جعلات أنه يتحبس هاد التجارب. فكاين اعراض طفيفه مثل الواحد شي واحد ينضرهم راسهم، وحدين تقسحوا في البلاصه فين كان الفاكسان، وحدين شويه ديال الحراره، اذا شويه ديال العياء. اذا هاد المضاعفات كلها كانت طفيفه، واللي مشات وما بقاتش. هذا تيجعل باننا نقولوا في التجربه اللي درنا في المغرب انه هاد الفاكسان الي بيان توليري. دونك هذه هي المرحلة الأولى، أنه يكون الفاكسان بيان توليري وسير، ما عطاش مضاعفات اللي خايبة. من بعد تجي المرحلة الأخرى اللي غادي يكون تحاليل 28 يوم مورا الجرعة الثانية، باش نعرفوا واش تصاوبوا دوك لي زونتيكور نوتراليزون. تنعرفوا بأنه في العالم كله كل شيء تيتسنى هاد الشيء، وأنه المراحل اللي مهمة هي بعدا واش هاد لي فاكسان دابا اللي كاينين 10 ولا هذاك، واش سيور، واش ما عندهمش حتى شي مضاعفات. اذا حنا هاد المرحله الاولى قطعناها في الاخر ديال يناير، غادي يبان النتائج ديال النجاعه. حنا الا سمعتوا اليوم انه فايزر قالت بانه الفاكسان ديالها راه عنده نجاعه ديال 90%. اذا اللي مهم هو انه مثلا الا خديتي لنا الصين، فالصين لقحات مليون ديال الاشخاص. في الامارات بداو لقحوا
31,000 شخص. إذن حنا في المرحلة الأولى في المغرب تنعرفوا بأنه داك الشيء غادي يكون عبر عدة مراحل سولون لاريفاج ديال لي فاكسان. المرحلة الأولى تتهم الفئات الهشة وتتهم الأطر الصحية وتتهم الأطر الأمنية. هادشي كلشي في جميع البلدان هكذا غادي يبداو. والهدف وتبعا للتعليمات ديال صاحب الجلالة نصره الله أنه نوصلوا أننا يكون اللقاح ديال 80% ديال الناس اللي عندهم أكثر من 18 سنة عبر مراحل. نتمنوا أنه وزارة الصحة والحكومة وجدوا شنو السيناريوهات باش يكون هذا التلقيح يدوز مهم ويدوز بطريقة سلسة. وحنا الحمد لله في المغرب خصنا نذكروا المواطنين بأنه المغرب راه سبق ليه في 2011 أنه لقح 11 مليون ديال المواطنين ضد لا روجول ولا ريبيول حصبة والحميرة من 9 شهور حتى 19 عام في ظرف 3 شهور. إذن كاين التجربة اللي عند المغرب في ميدان اللقاحات فهي تجربة معروفة وتنعرفوا بأننا كاينين الأطر اللي عندهم تجربة واللي مختصين في اللقاح لا في القطاع العام خصوصا وكذلك في القطاع الخاص. أنا الوزارة تنقول عندها الإمكانيات لحقاش اولا خصنا نعرفوا بانه هاد التجربه اللي دازت في 2011 ما كانش فيها غير وزاره الصحه فكانت وزاره الصحه وزاره الداخليه الامن. اذا انتم تتشوفوا بانه هذا مشروع ديال البلاد اللي كاع المكونات ديال اللي كاينين في البلاد لا المكونات الحكوميه ولا الامنيه كل شيء غادي يسهر ليد في ليد باش ننجحوا هاد العمليه تبع التعليمات ديال صاحب الجلالة نصره الله. احتياطي غادي يكون كما شرط ليه عبر مراحل. والمغرب خدا باش ما يكونش عنده المشكل داكشي علاش خدا دي زوبسيون مع ماشي مختبر واحد ولكني مع المختبر الصيني وكذلك مع المختبر ديال أسترازينيكا واللي ديال مع أكسفورد وكذلك كاين سميتو مباحثات مع لابوراتوار فايزر. إذن الحكومة وبالجميع المكونات ديالها تتسعى باش يكونوا الجرعات الكافيين ولكن تنعرفوا بأنه كما احنا المغرب تيطلب كاع البلدان غتطلب. إذن هاد الشيء اللي دارت الحكومة بفضل التعليمات ديال صاحب الجلالة مكننا بأننا غادي نبداو من البلدان الأوائل وهذا ما يمكن عين نفتخروا به في المغرب ونشكروا جزيل الشكر صاحب الجلالة نصره الله وإياه. بالنسبة للرأي العام إلا كان شي حاجة اللي غادي نقوله للمواطنات والمواطنين أنه بما أنه كاين هذا التفاؤل واللقاح أنه يوصل وإن شاء الله نبدأه في الأواخر ديال ديسمبر فبالعكس بما أنه كاين التفاؤل خصهم ولا بد يزيدوا في المسائل الاحترازية لحقاش عرفنا بأنه كاين دابا واحد الضغط كبير على المنظومة الصحية وأنهم الناس ما بقوش ما كاينينش الأسرة في الإنعاش. فإذا المواطن هو اللي بيدو دابا والمواطنة هما اللي بيدهم الساروت أنه يعرفوا بأنه إن شاء الله راه الفراج قريب وأنهم يزيدوا في الاحتياط باش ما تكترش الأعداد وخصوصا احنا مقبلين على الفترة ديال الزكام واللي تنعرفوا بأنه الأعراض ديال الزكام والأعراض ديال الكوفيد فهما متشابهين. وهنا من أيضا تنقولوا للناس اللي عندهم أمراض مزمنة أنهم خصهم ولا بد يديروا اللقاح ديال الزكام.